نحن مع التصدير ولكن مع المنتوج المحلي أنه يكون هو كذلك موجود، وتصدير عنده الإمكانيات دياله. أجودوي إلا كانوا الأثمنة غالية في لي برودوي فيتوسانيتير أو في لي سومونس ولا هذا، بالنسبة للتصدير ما كاين حتى إشكال لأنه كنطبقوا الثمن ديال السوق في داخل البلاد. يعني بلي كيدوبلا الأثمنة صعيب باش تدوبلي الأثمنة ولا تضربهم في ثلاثة في الأثمنة ديال السوق. فلهذا لازم أنه نشوفوا معكم كيفاش نديروا شي برامج إن شاء الله لتحسين المردودية ديالكم باش يبقاو على الأقل يعني الأثمنة اللي داخل السوق ديال البلاد يعني في واحد المستوى اللي هو مقبول. إذن جو سي كو يعني وأنا أتجه يعني لرؤساء الفيدراليات ومعنا لو سيستيم فينانسيي ومعنا يعني الإخوان كلهم اللي حاضرين، ف الفو غاردي لو مورال يعني سي دون لي مومون ديفيسيل في الوقت اللي هي صعيبه، في الوقت اللي فيها الشتاء اللي هي قليل. النهار اللي دخلت انا المخطط المغرب الاخضر في 2007 راه الى عقلتو ما كانوش لي سومونس باش تفلحوا وما كانوش باش تعملوا، والحمد لله شفتوا كيفاش دوزنا 10 سنين ولا 12 عام يعني في احسن وقت. والان الله يخليكم تركزوا على مخطط ديالكم ديال الجيل الاخضر اللي تقدم لصاحب الجلاله، هذاك هو المستقبل.